Now begin with the first objective of our lesson. نبدأ بالهدف الأول من درسنا اليوم وهو التعرف إلى الماست. Okay. إذا التعرف إلى شكل الماست يجب positive and negative. الإيجاب والنفي. الجملة المثبتة والمنفية. Yes. Now I've got إذا لدينا الآن ماست يجب plus verb one. دائما إذا الشيء المشترك بين هذه الأفعال المساعدة أنه يجب أن يأتي الفعل في صيغة المصدر verb one. Examples أمثلة. Yes. Let's read these examples. نبدأ إذا أو نقرأ هذه الأمثلة. Yes. وعد محمود. Yes. Read please. I must go home. I must go home. My mother is waiting for me. Yes. I must be late for school bus. Thank you very much, Wad. School then, bus. Yes. I must go home. نعم. في المثال الأول تقول أنا يجب أن أذهب إلى البيت. My mother is waiting for me. أو my mom is waiting for me. أمي يعني تنتظرني. Okay. الجملة الثانية I mustn't be late. لا يجب أن أكون متأخرة for the school bus. عن باص المدرسة. Okay. طيب إذا هذه الحالة must أو mustn't يجب أو لا يجب هنا تستخدم للتعبير عن إلزام قوي. أوكي إلزام قوي من الشخص نفسه يعني هي تقول أنا يجب أن أذهب إلى البيت I must go I mustn't be late لا يجب أن أكون متأخرة مثلا أوكي إذا فهنا إلزام قوي يجب أن أعمل يجب أن أدرس أوكي أن أذهب إلى البيت فهذا إلزام قوي yes okay. Now the use of must mustn't الآن استخدام الماست أو المصنت متى استخدم الماست أو المصنت نعم use الاستخدام must mustn't plus verb one يجب أو لا يجب زائد مصدر use must to express strong obligation when the obligation comes from you يعني بمعنى آخر أقول استخدم يجب must هذا الفعل الناقص الفعل المساعد طبعا سميناه فعل ناقص لأنه يحتاج إلى فعل آخر يعني هو ناقص يعني لا يعطي معنى كاملا فينقص المعنى يجب إذا قلت must ووقفت فلا يتم المعنى I must مثلا go يجب أن أذهب أوكي تمام صار معنى واضح I must يجب إذا نستخدم هذا الفعل يجب للتعبير عن إلزام قوي strong obligation لكن هذا الإلزام من أين يأتي comes from you يأتي منك عندما يأتي الإلزام منك يعني وطبعا هنا ملاحظة هذه ليست قاعدة دقيقة يعني ليش أنا ما يعني فيني أقول مثلا يجب أنت عليك أو عليكم إلى آخره أوكي هو يعني الماست تأتي مع الآي أنا تأتي مع اليو أنت مع الذي هم أوكي طيب هذا لكن هذا الاستخدام العريض للقاعدة يعني مثل ما هي موجودة في الكتاب لكن أنا لدي تعقيب في نهاية الدرس عن الماست والأفعال المساعدة الأخرى. أوكي أوكي إذا استخدم ماست للتعبير عن إلزام قوي. يعني مثلا بتقول الطالبة أو نعم البنت أنا يجب أن أذهب إلى البيت. I must go home. أوكي هذا إلزام قوي. أوكي وهذا الإلزام يأتي منك. I must مثلا study يجب أن أدرس. أوكي هذا إلزام قوي من الشخص نفسه. أوكي عندما يكون الإلزام منك. طيب نأخذ assessment question سؤال تقييم choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة yes الجملة واضحة أتوقع very clear I mustn't study hard for the exam ماذا أختار هنا I mustn't study hard for the exam إذا بدي أشرح الجملة يعني صار كأني أنا حليت الجملة لكن أنا ما راح أشرحها مشان طبعا تفكروا بالجملة أوكي ونعم نأخذ الإجابة منكم yes سيرين تفضلي نعم ماذا نختار هنا ماست ولا مصنت study hard for the exam استاذ نختار ماست برافو احسنتي I must study اذا يجب ان ادرس بجد للامتحان اوكي مو من المعقول اقول I mustn't study hard لا يجب ان ادرس بجد هنا الزام قوي ممكن يجي اما ماست او مصنت طبعا هلا انا ما راح اخيركم بين ماست وشود لان ما اخذنا لسه شود
اوكي، ما تعرفنا الفعل المساعد الاخر او الفعلين الاخرين، فقط لنفهم معنى الماست بداية. اوكي، ماست يجب، مصنت لا يجب، فقط مبدئيا. ونفهم امر اخر، انه بعد الماست او المصنت يجب ان ياتي الفيرب. اي صيغة بالفيرب؟ وان، ما هيك؟ فيرب وان، مصدر، مصدر الفعل، يس، او جذر الفعل. هلا نحن ممكن اذا قلنا مصدر، على فكرة بعض الطلاب يعني يخطر بباله المصدر هو الاسم، مثل باللغة العربية مصدر الاسم، مثلا انتصر، ينتصر، انتصارا، الانتصار هو مصدر. لا، نحن بالانجليزي المصدر هو جذر الفعل، يعني مثلا بلاي يلعب، هذا مصدر. اما بليد لعب، هذا ما صار اسم مصدر، صار اسمه فيرب تو، التصريف الثاني الفعل، يس.